السلام عليكم. دلوقتي نشوف ازاي اعمل موديل معين ادخله على البرنامج بحيث ان انا اول ما اشغل باركود هو يشتغل معايا. يعني هيبقى في باركود، اول ما اعمل له سكان يبدا يجيب لي 3D، يجيب لي فيديو، يجيب لي صوره زي ما نشوف في الفيديوهات اللي جايه. اقول له كرييت، دلوقتي بيقول لي انت عايز تعمل كرييت ايه؟ صوره مثلا، يجيب لك صوره تانية ولا شكل 3D ولا فيسبوك 3D. بص اقول له ماشي انا عايز دوت. ان شاء الله بقيت الحاجات هتشرح بالتفصيل في الفيديوهات الجايه على بماربيا. واقول له انا عايز مثلا احط 3D موديل، ابدا اسحب واحطه بالشكل دوت. بيقول لي عايز تعمل ابلود لموديل عندك ولا اختار من الاشكال الجاهزه؟ قال لي اختار من الاشكال الجاهزه اللي هنا، وليكن مثلا اخترنا دوت. ابدا يقول لك احنا ظبطنا لك السايز، يعني تقدر تعمل سيلكت هنا وتيجي تغير في السكيل زي ما انت عايز. هي بتكبر دلوقتي، تمام ماشي. تقدر تغير الويتس والهاي والدبس زي ما انت عايز، تقدر ترفع الصورة تاني براحتك، تمام. تقدر تضيف مكان معين، وتقول له اختار المكان دوت. طيب هختار اسم بقى دلوقتي، هقول له مثلا شيء، هقول له سيف. سيف هيبدأ يجيب لي باركود، ده اللي انا هتعامل معاه. ده المفروض بقى الباركود اللي انت هتطبعه وتحطه على الصورة. خليني اجي هنا واقول له شغل لي السكرين ميموري اهوت، دي الشاشة بتاعتي اهي، وهبدأ استخدم اللي هو الرورار دوت، وهبدأ اعمل اسكان للشكل اهوت. هيبدأ يجيب لي السفينة اهي، تقدر تعمل لها 3D، تقدر تلفها زي ما انت عايز. تقدر تشوفها بقى من كذا ناحية بالشكل دوت اهو. وبعد كده نشوف ازاي تحط الزرار تخليك تتحكم فيه ال السايز، وتخليك تتحكم فيها وتطلع وتنزل بيها زي ما انت عايز.